كان عايز يتهم الإمام السيوطي قال إيه؟ لاحظوا هذا الشموسي كيف أن إلهه هواه. أنا كتبت يعني عن هذه، إن شاء الله سيكون هذه سلسلة حلقات طويلة يعني، وأنا أكتب مسودتها الآن ممكن تبلغ 50 حلقة أو 60 حلقة، هي أربع الآن، أنا عملت 3 أو 4 مجلدات إلكترونية، كل مجلد فيه 20 حلقة، بصير 100 حلقة يعني. هذه هنا حلقة أنا ما كنت أتوقعها، يعني هذه مثال ما كنت أتوقعه من الشموسي ولا من أبي عمر البحث أصلا، كلاهما أنه يجيزون الاستغاثة الآن. يعني أشد مسألة في المذهب الوهابي هي قضية الاستغاثة الذي كفر الناس عليها، بيقول لك القرآن من أول إلى آخر بيجعل هذه كفر قطعي ما فيه. وإذا هون أبو عمر الباحث الآن يؤول استغاثة السيوطي بأنها توسل، ليس هذا فحسب، هذه أنا ما كنت أتوقع من أبي عمر الباحث، لكن ليس الأشد أنه الشموسي نفسه تأول استغاثة السفاريني بالنبي، تأولها على أنها باب الشفاعة. ومن هون يعني مش تركك قضية بأنه هذا يعني الشموسي إله، وهو لأنه هو اعتذر للسفاريني ولم يعتذر السيوطي، مع أنه الاثنين عملوا واحد، بس لأنه هذاك حنبلي مو أشعري السفاريني اعتذر له، أما السيوطي لأنه أشعري وحنبلي، هو أصلا هذا الشموسي لا حنبلي ولا هم يحزنون، بس يعني أنه فقط نكاية بالأشاعرة، ليس حبا بمعاوية ولكن نكاية في علي كما يقال يعني. عرفته؟ شوف أنت، أنا فعلا من الآن فصاعدا ما أقطع بقى بشيء أنه بالنسبة للوهابية ما في مسألة عندهم مجمع عليها استغاثة. حتى أنا مع أنه كتبت في الاستغاثة هذه مقالات كثيرة من عن الوهابي ردت عليهم، وكتبت رسالة الدكتوراه من 10 سنين، وأنا هذه رسالة نقد نظرية التقسيم 5 مجلدات، ما توقعت إنه في حدا لسه في حدا من الوهابي يخالف قضية الاستغاثة. ما كواصل يعني، تفضل اسمع. سيوطي قال استغاث، قال عن نفسي استغاث، ما قال توسل. طيب ممتاز، بنفس طريقتك الإمام السفريني أيضا قال إنه استغاث بالنبي، فلماذا شوفوا هلا كيف بكل عن جهية، هذا بدون خجل هذا الشموس يقول لك إما هو استغاث بالنبي يعني طلب من النبي الشفاعة، ما هو الشفاعة أصلا طلب من النبي كفر عند شيخ قرن الشيطان، ولا الآن أتيك بنصه الشفاعة أطلب من الله مش أطلب من النبي. عرفتم مذهب الوهابي ما بيعرفه، وبيطلع بيقول لك يا أخي أنا زمان قرأ، أنا كتب على ويكيبيديا كتبوا له ذلك أتباعه الشموسي قال قرأ كتب الأشاعرة ورد عليه. ما مذهب ما بيعرفه صرت استغاثته أنها بمعنى الشفاعة والمساعدة. هو متخيل موقفه كيف أتى يوم القيامة بلا علم ولا عمل ويقول للنبي خذ بيدي تشفع لي ساعدني كذا، بيقول يعني هذه ما فيها شيء. إذا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا في الدار في الدنيا أو في الآخرة، تمت إلا التفريق بين طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا في الدنيا أو في الآخرة، هذه ما فيها شيء. طب إيش رأيك أثبت لك أن هذه شرك؟ لا تطلب الشفاعة إلا من الله. ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات بعد أن سب وشتم وكفر وآم وحط أورد اعتراض، أنه قالوا طيب أنت تنكر شفاعة النبي؟ قالوا لا أنا ما أنكر شفاعة النبي، بس شفاعة النبي لا ليس معناها بهذا الذي تزعمون، شفاعة النبي أنه أطلبها من الله، لأنه لله الشفاعة جميعا، ثم يأذن للنبي أن يشفع للموحدين فيشفع. يعني أول شيء ستطلبها من الله بعدين تطلبها، مش بعدين تطلبها من النبي، لا خذوها قاعدة. لا حتى الوهابي إذا قلت له هذه قاعدة وأنكرها بيكون هو ما بيعرف مذهبه. عند ابن عبد الوهاب قرن الشيطان لا تجوز طلب الشفاعة من غير الله، لا من الأحياء ولا من الأموات ولا في الدنيا ولا في الآخرة. تطلبها في الدنيا الآن من الله، أنه تقول يا ربي شفع
نبيك فيني يوم القيامة. صحيح هذا. أما تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بدون أن تذهب إلى قبر النبي تسأله الشفاعة أو حتى لو سألته في الدنيا، لأنه تسأل الشفاعة في الدنيا يا نبي الله اشفع لي، هذا النبي لا يملك أن يشفع إلا من بعد أن يأذن الله. هذه فلسفة الشفاعة عند ابن عبد الوهاب طبعا هذا كله هذا كلامه وقبطه، لكن هو ما هي محل الشاهد هنا إنه اسمع على تعليق هذا عمر الله اشفع لي ساعدني كذا اشفع لي ساعدني كذا. شوف هلا شوف كيف رجع الى ما قرره علماؤنا وما قرره منهم السبكي رحمه الله انه هي استغاثة بالنبي هي نفسها التوسل هي نفسها الشفاعة. وإذ بلاقي هانا زمان كتبتها في الدكتوراه هذه، وهم ردوا على السبكي لهذا اظن ابن عبد الهادي وغيره وكل الوهابي يعني قال في فرق بينه، حتى بعض الوهابي هذا اللي كتب كتاب مظاهر الانحراف عند الصوفية قال من مظاهر انحرافهم الآن سأوريكم إياها أنه لا يفرقون بين الشفاعة وبين التوسل وبين الاستغاثة. وإذ الآن اثنيناتنا أبو عمر الباحث والشموسي واحد بيفسرها بأنه استغاثة السيوطي قاعد بمعنى التوسل، والشموسي يقول استغاثة السفرية بمعنى الشفاعة. أولا هذا خروج عن الظاهر، وثانيا هذا رجعتم إلى ما قلناه من أول. ما شاء الله الآن ظهرت معاني أخرى جديدة لكلمة لاحظتم؟ يعني ما في داعي أنت بقى ترد على الوهابي، هم أنفسهم بيرد على بعضهم البعض. شوف وهلا الأستاذ أبو بعمر بحث طلع بيرد على الشموسي ليش عم يكفر الصوت من أجل استغاثة. فقال له انت طيب استغاثة. الان اضطر التكفير الكذوب الى الاعتراف بان الاستغاثة لها معاني اخرى غير الدعاء. لماذا؟ لانه لا يريد ان يكفر الامام السفاريني، اعترف ان الاستغاثة لها معاني اخرى غير الدعاء. لكن بينما كان هو الشموسي قبل قليل هذا اون عرضه انه لا الشفاعة السيوطي قال استغاث بالنبي ما قال توسلت بالنبي على اساس هو يجيز. حتى الوهابي حتى بعضهم يقول لك التوسل حتى التوسل شرك. هذا له ابن عثيمين له فيديو في ذلك تسجيل في ذلك انه التوسل شرك كمان. هلا بعضهم سيقول لك لا هو التوسل الذي قصده بمعنى الاستغاثه. طيب انت عم تدمج بينها وانت انت عم تخلطه انت ايش. لاحظوا هنا لكن بسبب جهلك بباب العقيدة تقول هذا الكلام. الجاهل لا يعلم أن من لا يغفر الله له هم أهل النار المحرومون. طبعا هنا أبو عمر الباحث يرد على الشموسي قال أنا ما قلت أن السيوطي سيدخل النار، أنا قلت لا يغفر الله له للآية، يعني أنه على أساس أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب قال له طيب ما هو عدم المغفرة هي نفسها دخول إلى النار، إذا واحد ما غفر الله له إيش مصيره؟ هذا النار. طيب ما محل الشاهد بس لأنه هنا من الجنة. الاستغاثة هي طلب الغوث من الشخص، فراح أولوها لأنها صدرت من السيوطي الذي لا يريدون أن يكفروه، فأولوها وقالوا لا هي الاستغاثة معناها التوسل. مثل ما فعلت أنت مع السفاري، قلت الاستغاثة السفاريني هي معناها الشفاعة، مع أنه هو ما قال الشفاعة السفاري. طبعا هنا أبو عمر بحث ويرد عليه ويكيل له، لكن أنا فقط أريكم بعض الوثائق ما لم يبقى وقت. استغاثة السيوطي على معنى التوسل، ذلك لأن كل العلماء المجيزين لاحظوا كيف هو نفسه حمل استغاثة السيوطي، سنعمل على حلقة هذه قضية استغاثة السيوطي إن شاء الله بعد قليل، هي نفسها هي حلقة عنه، لكن سأتي بكلام الشموسي لما تكلم عن استغاثة السيوطي. لكن لاحظوا هون كيف أنه أنا قبل قليل أتيت لكم بكلام الشموسي أنه استغاثة السفاريني بمعنى الشفاعة، وهنا أبو عمر الباحث يقول استغاثة السيوطي بالنبي هي بمعنى التوسل، مع أنه هذا أصلا إحدى الكبر عند الوهابي أنه أنت ما بيصير تخلط بين التوسل شو النصوص التي تثبت. هذه ما اسمه هذا فصل في كتاب مظاهر الانحراف عند الصوفية الآن أريكم إياه، ولك أن أنت تخلط ما بيصير تخلط بين التوسل والاستغاثة والشفاعة وكل شيء بمعنى لوحده. لاحظوا هذا مظاهر الانحراف عند الصوفية اللي هو إيش
أنهم إيش صوفية يخلطون بين التوسل بالنبي وبين دعائي واستغاثة به وأنهم يرون الكل بمعنى واحد. وهذا أنا كتبته في الدكتوراة أقولكم إياه هنا في رسالة الدكتوراة لما احتججنا عليهم بأنه في حديث البخاري فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى، هذا جعلوه من باب الوهابي جعلوه هذا من باب الشفاعة. طيب قلنا هذا تسليم منكم بأن الشفاعة والاستغاثة والتوسل كلها مترادفة، وهذا لما قاله السبكي، لاحظ هذا لما قاله السبكي أنكروا عليه. طيب الموضوع أبو عمر يستشهد بكلام السبكي على أنه بمعنى واحد، أريكم إياه السبكي وابن حجر الهيتامي، ومع ذلك أنت لم ترد، وهذا المعنى هو نفس معنى لاحظتم أنه الاستغاثة والتوسل وهذا كله بمعنى واحد. نكمل إن شاء الله حلقة قادمة.